مشاهدي الحياة الآن، أهلا بكم إلى هذه التغطية الإخبارية تأتيكم على الهواء مباشرة، ونبدأها معكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد جولة أوروبية ناجحة شملت قبرص وأسبانيا. الإسكان تطالب المحافظين بإغلاق محطات المياه الأهلية، والتموين تعلن استلام 750 ألف طن قمح من المزارعين. الشرطة التركية تقمع مئات المتظاهرين السلميين بإسطنبول في ذكرى عيد العمال. مرة أخرى أهلا بكم إلى التفاصيل، نبدأها مع أسبانيا، حيث عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن أمس الخميس عقب زيارة ناجحة إلى العاصمة الإسبانية مدريد. التقى خلالها ملك أسبانيا فيليبا السادس ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي ورئيس البرلمان الإسباني، وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية في مجال الأمن ومكافحة الجريمة وثلاث مذكرات تفاهم في مجالات السياحة وحماية التراث الثقافي والنقل والطاقة. اتفاقية وثلاث مذكرات تفاهم وقعتها مصر وأسبانيا كانت حصاد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدريد، حيث وقع الجانبان المصري والأسباني اتفاقية في مجال الأمن ومكافحة الجريمة ومذكرة تفاهم لحماية الممتلكات المسروقة التي يتم تهريبها بشكل غير شرعي، ومذكرة تفاهم في مجال السياحة، ومذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية والنقل، بحضور الوفد المصري الذي ضم وزراء الخارجية والنقل والكهرباء والاستثمار ورئيس هيئة قناة السويس. الرئيس السيسي أثناء زيارته لأسبانيا اجتمع بمجموعة من رجال الأعمال الأسبان وطالبهم بضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، وأكد لهم أن مكتبه مفتوح لأي شكوى تتعلق بالاستثمار، كما وجه الدعوة لرئيس مجلس النواب الأسباني لزيارة مصر عقب تشكيل مجلس النواب المصري لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتي ستضيف بعدا جديدا للعلاقات الثنائية. المحطة الأولى في جولة الرئيس الأوروبية كانت في نيقوسيا، والتي استضافت قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان، وتم الإعلان فيها عن صدور إعلان نيقوسيا والذي تضمن التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تنمية واستقرار منطقة شرق المتوسط، وتأكيد أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات السياحة والملاحة البحرية. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لترسيم الحدود البحرية، ما يعد مقدمة للاستفادة من احتياطات البترول والغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط. وللتعليق على حصاد زيارة الرئيس السيسي لأسبانيا، السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس برنامج المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، أهلا بحضرتك يا فندم. سعادة السفير جمال بيومي، معاكي. أنا معاكي، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. ممكن نقدر نقول حصيلة أو حصاد هذه الزيارة خمس مذكرات تفاهم، هل هي بمثابة اتفاقيات بيننا وبين أسبانيا؟ توقيع عقد القطار الغردقة الأقصر، إنشاء 3800 حوض سمكي لإنتاج 50,000 طن سنويا، وده واحد كان من أهم يعني أهدافنا الاستثمار في الثروة السمكية، مشاركة بمشروعات مترو الأنفاق والطاقة المتجددة. هل حضرتك بتعتبر ده الحصاد الوحيد ولا اتفاقيات أخرى بخصوص ترسيم الحدود البحرية والمشاكل الإقليمية في المنطقة أهمية هذه الزيارة من وجهة نظرك؟ يعني هو تستطيع القول أن مصر تفرد جناحيها لتستوعب كل علاقاتها الخارجية التي تمتد من بندونج التي كان يزورها رئيس وزرائنا المهندس إبراهيم محلب، حتى إسبانيا، وربما في زيارات قادمة تمتد إلى البرازيل في أقصى الغرب، وأيضا في الشمال الأوروبي وفي الجنوب حتى جنوب إفريقيا، كلها مجالات امتدت إليها زيارات الرئيس التي تزيد عن 15 زيارة، لا تستبعد زيارة نيويورك التي قابل فيها 40 رئيس دولة ورئيس وزراء. طبعاً. لكن نأتي في البحر المتوسط، حضارات البحر المتوسط التقليدية القديمة هي الإغريقية في اليونان والرومانية في إيطاليا والفرعونية في مصر. هذه حلقة يعني حضارات أسست ثقافة البحر المتوسط. طبعا، وربما لأول مرة نسمع سعادة السفير عن يعني تصريحات الرئيس النهاردة في منشط الأخبار كانت بتتكلم عن
تحالف الحضارات ضرورة لمواجهة الإرهاب والتطرف، هذا ما قاله الرئيس لملك أسبانيا. لأول مرة نسمع عن فكرة اتفاقيات تشمل تحالف لدول ذات حضارات عميقة وضرورة لمواجهة الإرهاب والتطرف، هذه اللغة المتنورة ربما بنسمعها لأول مرة. طبعا، لأن ضعي جانبا اتفاق مصر وأوروبا مجتمعة، أوروبا 28 دولة، لكن طبعا هناك مصالح أعمق بين الدول المطلة على البحر المتوسط، حضارات البحر المتوسط. ثم أسبانيا لها تاريخ طويل معنا، اليونان لها تاريخ طويل معنا في تأييد قضايا الشرق الأوسط وفلسطين، تصوتهم معنا دائما. لكن الجديد الآن واللافت للنظر أن أسبانيا بمجرد ما انتهت من أزمتها الاقتصادية التي جاءت نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، بدأت تمد يدها لشركائها في منطقة البحر المتوسط. وأنا شخصيا منذ سنة سفير أسبانيا في القاهرة قال لي أن أسبانيا تركز الآن على فتح آفاق التعاون، ومصر في مقدمة من تريد أسبانيا أن تتعاون معه. والآن وأنا أكلمك لدينا في إطار دعم أجهزة الحكومة المصرية خبراء من أسبانيا يساعدوننا في مجال المترو الإنفاق، ولعلك سمعت عن مذكرة تفاهم طبعا حول بخصوص النقل أسبانيا والسياحة والطاقة المتجددة بالتأكيد مترو الإنفاق. لعلك سمعت عن الاتفاق حول المترو، هناك اتفاق حول السكك الحديدية، لأن أسبانيا لديها الآن أسرع قطار في أوروبا ونأمل طبعا. المجمل بشكل عام، يعني الملك فيليب في تصريحاته قال ان احنا يعني اكد على رغبة اسبانيا في شراكة استراتيجية مع مصر في الوقت القادم بإذن الله، ولكن اذا عايزة اسأل حضرتك عن فكرة يعني لقاءات مثمرة في اول زيارة لرئيس مصري منذ اعلان يعني قبرص استقلالها، ما يدور اقليميا في المنطقة بخصوص ترسيم الحدود البحرية ومحاولة حماية المصالح الاستراتيجية لكل من الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات مع هذا ملف وتحديات مهم. المنطقة في هذا التوقيت هذا ملف مهم أيضا، لأن ترسيم الحدود الاقتصادية هذه غير حدود المياه الإقليمية. مياه الدول الإقليمية تمتد 12 ميل في البحر، لكن بقية المنطقة التي لا تدخل في نطاق المياه الإقليمية هي منطقة اقتصادية، كيف تقسم بين الدول المطلة على البحر المتوسط وبالذات في منطقتنا في الشرق من البحر؟ هي مسألة يعني ليست صعبة في زمن الأقمار الصناعية وزمن تحكيم الاتفاقات الدولية والقانون الدولي وقانون البحار، وبالتالي من الجيد أنه من الآن وقبل أي اكتشافات حتى لا يعني تبغي فئة على أخرى، أنا أعتقد أن هذا مكسب كبير. يعني نقدر نقول سيادة السفير انه في ظل توقيع ثلاث اتفاقيات، او نقدر نقول يعني اعلانين، الاول كان اعلان القاهره والثاني اعلان نيقوسيا، ومتوقع انه يكون في اعلان ثالث في اليونان، على اساس ان دي البلدان الثلاث اللي بتسعى لترسيم الحدود البحريه بينها ونتج عنها هذه الاعلانات. خلال الفتره الجايه هل نتوقع ان هناك تحالف ثلاثي جديد لمواجهه تحديات المنطقه ما بين مصر واليونان واسبانيا؟ خليني أسميه تعاون، تعميق للتعاون. إحنا لدينا تعاون قائم مع أوروبا، ولا مانع أبدا أن بعض الدول الأوروبية معنا تعمق هذا التعاون في مجالات ذات اهتمام، مثل كما قلنا اكتشافات البحر المتوسط، مثل محاربة الجريمة المنظمة، لأن هذا جانب أمني ينبغي أن نبرزه، والجريمة المنظمة هي الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال، كلها تدخل في اتفاقية المشاركة التي تربطنا بأوروبا، ولا مانع أبدا بل يستحسن أن نعمق التعاون في هذا المجال في شرق المتوسط حماية لنا ولشركائنا على الجانب الأوروبي. أكيد. بشكرك جدا سعادة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس برنامج المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، بشكرك جدا. وننتقل لمواصلة جولتنا الإخبارية وإلى قانون تقسيم الدوائر، حيث تسلم التشريع بقسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي تعديلات قوانين الانتخابات التي انتهت لجنة صياغة القوانين من تعديلها للتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا. من المنتظر أن يبدأ قسم التشريع مراجعتها دستوريا غدا تمهيدا لإصدارها من رئيس الجمهورية. التقرير التالي يرصد أبرز التعديلات في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي أجرتها لجنة تعديل القانون.
الصورة المعدلة من قانون تقسيم الدوائر حاولت لجنة تعديل القانون أن تكون متوافقة مع حكم المحكمة الدستورية العليا، مما دفعها لزيادة عدد المقاعد وتقليل عدد الدوائر الانتخابية. ففي مشروع القانون الجديد أصبح عدد المقاعد الفردية 448 ممثلة من خلال 206 دوائر، في حين أن المشروع القديم كان يقسم الجمهورية إلى 237 دائرة فردية تمثل ب 420 مقعدا. التعديل الجديد لم يشمل 6 محافظات بالجمهورية، ظلت كما كانت في التقسيم السابق من حيث عدد الدوائر والمقاعد، بينما تغير التقسيم في المحافظات الأخرى بإضافة مقاعد ببعض الدوائر حتى وصلت إلى 4 مقاعد في بعض دوائر القاهرة والبحيرة وغيرها، كما انخفضت الدوائر في بعض المحافظات مثل الإسكندرية وكفر الشيخ. اعتبارات الوزن النسبي لكل مقعد دفعت لجنة الانتخابات إلى ضم المدن الجديدة إلى مناطق أخرى لتحقيق المطلوب من الوزن النسبي لكل دائرة، والذي حدد بنحو 160 ألف ناخب، وذلك باستثناء مدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان. السويس هي المحافظة على مستوى الجمهورية الممثلة بدائرة واحدة لها 4 مقاعد، كما تم تعديل دوائر محافظتي شمال وجنوب سيناء رغم عدم النص عليهما في حكم المحكمة الدستورية. وإلى وزارة الآثار، حيث قالت ألفة فرح مساعدة وزير الخارجية للعلاقات الثقافية إن مصر نجحت في استرداد نحو 448 قطعة أثرية مهربة خلال العامين الماضيين. وأوضحت في بيان رسمي للوزارة إن البعثات الدبلوماسية تقوم بإجراء التنسيق اللازم مع السلطات القضائية المعنية حال ضبط أي مقتنيات أثرية مصرية عن طريق عمليات التهريب غير الشرعية عبر حدود دول العالم المختلفة، مشيرة إلى أنه من المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة استرداد 17 قطعة من أستراليا بالإضافة لقطعة أثرية من إنجلترا. وإلى وزارة التموين، حيث أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين إن كميات القمح المحلي التي تم استلامها من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضي حتى الآن بلغت حوالي 750 ألف طن قمح، وأنه من المتوقع استلام حوالي 3,700,000 طن، مما يؤدي إلى زيادة الاحتياط الاستراتيجي من القمح لما يكفي حتى أوائل شهر أكتوبر القادم. وأكد وزير التموين إنه تم وضع إجراءات لتدليل كافة عقبات التوريد وضمان التخزين الجيد للقمح، وذلك باستمرار عمل جميع لجان الفرز طوال مواسم التوريد الذي ينتهي منتصف شهر يوليو المقبل، وكذلك إحكام الرقابة على حركة التسويق في جميع المحافظات وسرعة فرز كميات القمح المستلمة من المزارعين وسداد ثمن القمح عقب عمليات الاستلام والفرز، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه للسداد للمزارعين والتجار. وإلى وزارة القوى العاملة، حيث قالت وزارة القوى العاملة إن الاثنين المقبل هو موعد انتهاء قبول طلبات راغبي العمل ل 4000 فرصة عمل لدى شركة سعودية بمجال المقاولات. وأوضحت الوزارة في بيان لها إنه يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، على أن يبدأ الأجر من 1500 ريال بخلاف العلاوات والبدلات والسكن. وأضافت الوزارة إن الطلبات تقدم مرفقا بها صورة من جواز السفر الصالح لمدة كافية إلى مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظة التابع لها محل إقامة الراغب في العمل في المهن المذكورة أو ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، على أن تكون المهنة المطلوبة هي المدونة بجواز السفر. بيحتفل العمال في معظم أنحاء العالم اليوم بعيد العمال كل عام، وكل عمال مصر بخير. كاميرا الحياة الآن انتقلت لرصد أحوال عمال النظافة الذين يواصلون العمل في أيام الأجازات للتعرف على معاناتهم، مشاكلهم، أهم مطالبهم في عيد العمال. مع زميلتنا من هناك هلا أنديل من منطقة وسط البلد، معك يا هلا، تفضلي.
نعم دينا، أرحب بك من منطقة وسط المدينة. يعني في يوم عيد العمال جئنا إلى هنا إلى الشارع لنشارك بعضا من العمال عيدهم، ولكنهم كما ترين خلفي هم عمال النظافة. هذه الفئة من العمال التي يعني تعد من أكثر الفئات تهميشا في الشارع المصري، وهم يعني كما ترين يعملون في يوم عيدهم، ولكن جئنا اليوم لنتحدث معهم ولنشاركهم مشاكلهم. هيقتربوا منا دلوقتي، تفضل تعالى. عرفني عليك. محمد محمد إبراهيم. قول لي حاج محمد، انت عندك كام ولد وبنت وبتقبض كام؟ عندي 3 اولاد وبنتين، وبقبض 700 جنيه، وبضطر ان انا بشتغل شغلانه تانية عشان مرتب مش مكفي بيتي. تصرف عليهم ازاي؟ عايش بتدفع ايجار كام؟ عايش ازاي؟ بدفع 400 جنيه ايجار، قاعد في اوضه بحمام ومطبخ انا والخمس اولاد ومراتي. بدفع 400 جنيه ايجار والباقي بنمشي بنفسنا بالشهر. بنعمل ايه طيب؟ طيب انت شايف انك محتاج ايه؟ والله محتاج زي ما الناس محتاجه، محتاج ان انا اعيش زي ما بيت الناس عايشه. ان انا بطلع من بيتي الساعه 5 الصبح واروح الساعه 12 بالليل، هتبقى لك علشان اعرف اعيش. ورغم ان كده انا مش عايش، حاسس نفسي ان انا مش عايش. نعم. يعني عامل اخر، تعالى بتعرف على حضرتك، تعالى اتفضل. اتفضل اتفضل. عرفي بيك وقول لي، انت النهارده في عيد العمال بتشتغل، انت عندك كام ولد وبنت، بتقبض كام، حياتك، وصف لي حياتك عامله ازاي؟ عندي ولدين وبنت حضرتك، وواحده في مدرسه والولد في الحضانه. وفي القبض بتاعي ما بيكفنيش ولا بيكفي بيتي. بتقبض كام؟ بقبض 1000 جنيه. ليكوا تامين صحي؟ ليكوا معاش؟ ليكوا اي ضمانات اجتماعيه؟ لنا تامين صحي. لنا تامين صحي. طيب احنا في ظاهره بنشوفها في الشارع دايما، انه بعض من العاملين بالنظافه بيلجأوا للتسول، شايفها ازاي؟ ليه بيعملوا كده حضرتك؟ عشان بيوتنا مش عارفين نفتح بيوتنا وكده، ومش عارفين نعمل اي حاجه، فبن من اي حد بينادي علينا حضرتك بنروح له، بنكنس واحد يجي يقف جنبينا ونقول له يقول لنا ينادي علينا يدينا اللي في النصيب كده. انت شايف ان انتوا في عيد العمال واخدين حقكم؟ لا. طب نفسك في ايه؟ نفسك ايه لاولادك؟ نفسك ايه للشارع المصري؟ بيتعاملوا معاكوا ازاي في الشارع اصلا؟ نفسي بيتي يبقى احسن بيت. بيتعاملوا معاكوا ازاي الناس؟ معامله غير سيئه، بيشتمونا وبيقلوا ادبهم علينا، وبنيجي نكنس نيجي نشيل حاجه، اي واحد يجي يقل ادبه علينا، واحد يوم شتمنا ويقول لنا روحوا في شنطه الزباله بتنزل منها. هو احنا شغالين شنطه الزباله بتترمي علينا، طوب بيترمي علينا، ازاز بيترمي علينا. نعم. ازاز بيترمي علينا. بشكرك شكرا جزيلا. مش عارفه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ولا يعني. دينا كانت هذه الصوره لدي، عمال النظافه هنا في الشارع المصري يوم عيد العمال يعملون، وكما ترين هناك مشكلات لديهم، تحدثوا الينا عن هذه المشكلات ولكن تنتظر لي حلول. كانت هذه الصوره لدي دينا، وعوده اليك في الاستوديو. شكرا هلا انديل. وطبعا يعني الصوره واضحه، والناس دي محتاجه لاصلاح اوضاعهم الوظيفيه واحوالهم المعيشيه حتى لا يلجأوا او يضطروا الى سؤال الناس. بشكرك جدا هلا انديل من منطقه وسط البلد، وكل سنه وكل عمال مصر طيبين على اي الاحوال. بشكرك جدا. وبننتقل إلى الشرقية، حيث انفجرت 3 قنابل بمدينة الزقازيق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأولى بإحدى فروع شركات الاتصالات، الثانية بالقرب من معسكر قوات الأمن بجوار سور جامعة الزقازيق، والثالثة أمام هيئة الرقابة الإدارية قرب مبنى ديوان عام المحافظة. لم تسفر الانفجارات 3 عن أي إصابات أو وفيات. اقتصرت الخسائر على تلفيات طفيفة في واجهة شركة الاتصالات وسور جامعة الزقازيق. وبالطبع انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأجهزة الأمنية لموقع الانفجار أو المواقع الثلاث للانفجار، وقامت بفرض كوردونات أمنية حولها وتمشيط محيطها تحسبا لوجود أي عبوات ناسفة أخرى. لواء مليجي فتوح مدير أمن الشرقية، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا هانم. 3 انفجارات في وقت واحد، يعني ده بيشير لإيه فندم؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. المشاهدين طيبين. هو اللي حصل انفجارين. انفجار قدام موبينيل، واجهة موبينيل، والحمد لله ما أثرش إلا على زجاج خارجي، وما لم يصيب احد ولم يحصل اي احداث اخرى. وفي صباح الصوت
بجوار سور استاد الجامعة، ملهاش دعوة بقوات الأمن خالص. سور استاد الجامعة، يعني مش سور جامعة الزقازيق نفسها، سور استاد الجامعة. سور استاد الجامعة، استاد يا فندم، تمام، اللي في نهاية مدينة الزقازيق، ولم يحدث سمة التلفيات، مجرد صوت. وبتمشيط المدينة التالتة كانت أمام هيئة الرقابة الإدارية قرب مبنى ديوان عام المحافظة. يا هانم لو سمحتي، التالتة تم العثور عليها نتيجة التمشيط من القوات. يعني لم تنفجر، قمنا بتمشيط المدينة كاملة، ولكن وتم العثور عليها بشارع جانبي وليس أمام الرقابة. شارع جانبي متفرع من الشارع الكورنيش اللي هو شارع البحر. طب والتالتة دي يعني تم العثور عليها قبل الانفجار؟ تم العثور عليها وتم التعامل معها، وما فيش ولم يتتم انفجارها، ولا فيش اي تلفيات ولا اي اثار لها ولا وجود لها اصلا. نحمد ربنا طبعا انه ما فيش اي اصابات ولا وفيات، الموضوع كله تلفيات او خسائر طفيفه، وتلفيات بسيطه والحمد لله. وايا كان التلفيات او ايا كان الزوبعه اللي بتحصل لتعكير امن المواطن او مدينه الزقازيق، ان شاء الله احنا مواصلين، مفيش حاجه هتثنينا على اللي في داخلنا. طبعا احنا نحقق الامن والامان للبلد، وان مصر تعدي. طبعا الهدف كله هو ان الكل يعمل حساب للزوبعات والحاجات القلائل اللي بتتعمل اللي ملهاش لازمه. طبعا مش هتاثر على المواطن ولا هتاثر على مصر. اولا تعليق حضرتك، يعني انا بقدر حضرتك وكتر خيرك على التعليق وعلى الاعلام الهادف الراقي. الله يبارك فيك. لما تقولي ثلاث انفجارات وما اثروش. أيوة. ثلاث انفجارات وليس لهم صدى على المواطن. لا، ودي كمان مش شوارع رئيسيه، لا تعد شوارع رئيسيه، يعني تعد شوارع رئيسيه. واحنا قلنا كمان ان قوات الحمايه المدنيه وخبراء المفرقعات يعني والاجهزه الامنيه انتقلت لمواقع الانفجار الثلاثه فور حدوثها، وقامت بفرض كوردونات امنيه وتمشيط المنطقه زي ما حضرتك اشرت، وتمشيط محيطها تحسبا لوجود اي عبوات ناسفه. وحضرتك وضحت انه القنبله الثالثه بالفعل تم العثور عليها نتيجه الحمله الامنيه وعمليه التمشيط الواسعه، الحمله نفسها ونتيجه التمشيط ونتيجه جهد الضباط، واحنا ما بننامش اصلا وماشيين. واذا كان انحطت حاجه في وسط في شوارع جانبيه ولا في خلسه ولا شغل الخفافيش، شغل الجبن والخسه، هنقضي عليه باذن الله. مش هيأثر على مصر ابدا. طبعا مضونا في طريقنا، ولا يعني لن يثنينا احد على مواصله المضي في طريقنا باذن الله. بشكرك جدا لواء مليجي فتوح مدير امن الشرقيه. ومن الشرقيه بنتقل لقناه السويس، حيث تمكنت القوات البحريه بالاشتراك مع قاطرات هيئتي ميناء بورسعيد وقناه السويس من السيطره على الحريق الذي شب في الساعات الاولى من صباح اليوم في سفينه حاويات بالمجرى الملاحي لقناه السويس قرب بورسعيد. ودفعت هيئه قناه السويس بقاطرات الاطفاء ونجحت في السيطره على الحريق الذي استمر لمده 3 ساعات، وتم إنقاذ طاقم السفينة، فيما تواصل باقي السفن حركتها عبر القناة بشكل طبيعي. ومن قناة السويس إلى شمال سيناء، حيث قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن حملات ملاحقة العناصر الإرهابية التي شهدتها مناطق جنوب العريش خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن تصفية 6 عناصر تكفيرية والقبض على 7 آخرين. وإلى محافظة بني سويف، بيعاني أهالي قرية علي حمودة بمحافظة بني سويف من نقص في الخدمات الأساسية، تلوث في مياه الشرب، بالإضافة لنقص عدد الأطباء في المستشفى العام، ودي كانت شكاواهم عندما ذهبت كاميرا الحياة الآن إلى بني سويف ورصدت معاناة أهالي هذه القرية. إحنا هناك دلوقتي بكاميرا الحياة الآن مع الزملاء نتابع. أهلا بكم مشاهدينا، نتواصل معكم من قرية علي حمودة التابعة لمحافظة بني سويف ومركز أبي صالح لرصد معاناة المواطنين وقلة الخدمات. نبدأ بداية مع الحاج سيد، عايز أعرف منك أهم المشاكل اللي عندكم هنا. أهم المشاكل الرعاية الصحية، مشكلة السكان
التوسع العمراني اللي بنطالب بيه. ثالث حاجة عايزين محطة رفع مية تكون موجودة عندنا، أقل حاجة تكون ما بيننا وما بين أبو صالح عشان مشكلة المية. رابع حاجة تغيير مواسير مياه الشرب. بتقول مشكلة عندك في الرعاية الصحية، مشاكل إيه الرعاية الصحية اللي موجودة عندك؟ في مستشفى عندك ولا لا؟ موجودة المستشفى، ولكن للأسف الدكتور ما بيجيش، ونجه بيمشي الساعة 2 زيه زي الموظف. احنا عايزين دكتور يكون مقيم بصفة مستمرة في الوحدة الصحية. بس استاذ علي، عايز اعرف منك باقي المشاكل. كنت بتتكلم على مشاكل في المقابر موجوده على مشارف من البيوت اللي عندكم، مشاكلكم ايه بخصوص المقابر والشقق؟ احنا عندنا بالنسبه لنا، احنا عندنا المقابر لازقه في البيوت، وعندنا طبعا بيننا وبين مركز ناصر في عوامه بننزل، يعني الناس بتعدي تجيب طلباتها من بوش اللي هو مركز ناصر. عايزين عازل حتى يفرق ما بين المقابر وبين البيوت، حتى عشان الاطفال تعالى حتى تعرف تتعامل ولا تعرف تمشي. احنا حاسين ان احنا مش عايشين بمنتهى الامانه والله. مش في عندكم ميه وصرف كويسين ولا لا؟ لا، ده احنا عندنا بالنسبه للميه دي مشكله المشاكل. احنا انا عن نفسي والله العظيم انا بخاف اشرب الميه، بس بنشرب. انا اقول لك انا بعمل ايه في الميه عشان اشربها؟ انا بجيب العمه اللي انا بحطها على دماغي واصفي الميه واشرب وانقيها، يعني زي تقطير، واشربها عشان اشرب ميه صالحه. وبرضه فاسد عندنا 3 4 وقرايبي انا عندهم فشل بسبب الميه الفاسد. تمام، شكرا لك علي. عايز اعرف منك بقى انت مشاكل الشباب عندكم هنا ايه موجوده هنا في القريه؟ مشاكل الشباب هنا بالنسبه بيبقى فيه بالنسبه للشغل، اغلبيه الناس هنا شغلهم كلهم في المحاجر، والمحاجر دي اتقفلت، فاغلبيه الشباب بتقعد فيه اللي عايز يتجوز وفي اللي عليه فلوس وعليه التزامات، بالفعل ما بيلاقيش مكان يشتغل فيه. المكان المحاجر اتقفلت بالفعل خلاص، بيقعد في بيته وعليه التزامات. تمام، بتطلبوا ايه النهارده من المسؤولين؟ مسؤولين يبصوا لنا كده نظره كده، يشوفوا مشاكلنا بالنسبه برضو للميه، يجيبوا لنا ميه صالحه للشرب، المواسير اللي فاسده دي تتصلح. احنا بنتكلم بس ما حدش بيسمعنا. شكرا لك. زي ما شفنا مشاهدينا، كانت هذه جوله الحياه الان لاستعراض مشاكل المواطنين هنا في قريه علي حموده التابعه لمحافظه بني سويف، الذي طالما لا زال حتى الان الصعيد يعاني الاهمال والتهميش، لكن المواطنين ما زال لهم امل في المسؤولين الحاليين لانجادهم وتوفير ابسط متطلبات الحياه. وعوده الى الاستوديو مره اخرى. شكرا زميلنا مهاد الشرقاوي. وبننتقل مستشار محمد حفني محافظ بني سويف، اهلا بحضرتك يا فندم. انا سمعت التقرير حضرتك اكيد تابعت معانا. يعني شكاوى ليا تعقيب يا فندم. اولا السعيد ده كلام حضرتك نعرف تعقيبه. اولا طبعا تحياتي لحضرتك يا فندم وتحياتي للساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. طبعا انت ختم بمقوله ان الصعيد كان مهمل. انا بس مهمل، لا هو كان مهمل. كان مهمل، احنا بنعترف لو كان فيه، لما دلوقتي احنا شغالين يا فندم. انا احب ان انا يعني اطلع. لا، وانا باكد على كلام حضرتك، باكد على كلام حضرتك انه الصعيد احنا فندم، احنا فندم عاملين فريق عمل بيضم كل المختصين، سواء وكيل وزاره الصحه، وكيل وزاره الري، رئيس شركه الميه، وبننزل زيارات ميدانيه. مش اللي احنا قاعدين في المكاتب واللي احنا بنشوف المشاكل. اولا احنا طبعا مع بعض بندرس بعض الامور وبنخطط بنحط الاستراتيجيه في المكاتب، بس احنا زيارات المدنيه. يعني اقول لساعتها حاجه، انا بكره ان شاء الله هبقى في القريه دي ومعايا فريق على اعلى مستوى، بقول من الساده وكلاء الوزاره كلهم المعنيين الخدميين ورئيس شركه الميه، للاطلاع على احوال الناس واللي احنا بنوصل للناس. اللي احنا يا جماعه الموضوع بقى مختلف، احنا دلوقتي شغالين مع الناس. الميه هنا حضرتك لو انما طبعا انا اقول لحضرتك على حاجه، في تراكمات، مش هنقول لا في تراكمات. عايز اقول لحضرتك حاجه سياده المستشار، لو تسمعني بس ثانيه سياده المستشار. اه يا فندم اتفضلي يا فندم. حضرتك بتقول في تراكمات، انا بقولت لحضرتك من اول جمله ان طبعا يا فندم انا بتكلمش، انا ما بتكلمش، انا عارف ان احنا مش محلات. ايوه انا عايزه اقول انه احنا بنؤيد كلام حضرتك من اول كلمه، انه الصعيد كان مهملا ولكنه على راس اولويات وخطه الدوله وموازنتها في المرحله اللي جايه. وعارفين المشاريع الواعده اللي في انتظار الصعيد، 4 أو 5 مشاريع فقط لمنطقه الصعيد تعتبر بمثابه مشاريع قوميه. عارفين جهودكم الكبيره، وعارفين ان ده تراكمات لعقود طويله من الزمن كان فيها الصعيد مهمل وما حدش بيملك عصا سحريه. احنا بالعكس احنا بنثمن. اشكرك يا فندم على تفهمك. بنثمن جهودكم تماما تماما، ولكن احنا مجرد بنساعد في توصيل. وانا يا فندم بدعو سعادتك لتقرير متابعه لرصد الزياره الميدانيه اللي هتضم كل المسؤولين
وكل القرية، مفيش قرية حضرتك بس مش عشان رصدت القرية دي عندي في المحافظة، لا كل القرى احنا هننزل نزورها. تمام، احنا ممكن كمان نسحب حضرتك بكاميرا الحياة الآن لكل مكان تروحوا، المكان اللي انت عايزه، عايز بكرة الصبح هتكون هناك معايا يا فندم. ان شاء الله بدعو حضرتك اللي انت تنزلي ترصدي الزيارة، واللي هيبقى فيها هتضم كل المسؤولين سواء وكيل وزارة الصحة، رئيس شركة المية، وكيل وزارة الري، كل خلاص ما هو متعلق. احنا مع حضرتك بكره بكاميرا الحياه الان باذن الله، واي وقت تحتاجنا فيه نكون بصحبه المحافظه. لا عشان الساده المشاهدين يعني يوصل لهم اللي الدوله مهتمه بالمواطن. ما هو ده الهدف، شغاله للمواطن وشغاله على مدار ال 24 ساعه للمواطن. ما هو ده الهدف يا فندم. وبعدين حضرتك يعني اكيد بس سمعت يعني حجم بس المشاكل ومساحه الوقت اللي احنا نوصل للكل مش اكتر. طبعا وده اللي احنا بنقوم بيه مش اكتر، ان احنا بنحاول نساعد في توصيل صوت او الوضع او الصوره في الحاله المعيشيه في منطقه معينه، لان دي قرى وكفور ونجوع، مصر على امتدادها مليانه، فالمساله مش بسيطه والمهمه صعبه وممتده ولسه قدامنا سنين علشان نوصل لاصلاح كل هذا الخلل المتراكم. عايز اقول لحضرتك حاجه اخيره يا فندم، انه هم اتكلموا طبعا عن المياه وعن الصرف الصحي وعن نقص وجود الاطباء في المشفى العام، ولكن كان في نقطه أنا مهمه انا بقول لك يا فندم هاخد دكتور علاء عزت على فكره، كان في نقطتين مهمين. دكتور علاء عزت وكيل وزاره الصحه وتم تغييره وجه حد افضل منه، ده الكلام طبعاً. ده بكلام عشان انا عايزه بس اكمل هقول لحضرتك النقطه اللي عايزه اقولها، انه كل النقط كل اللي هم قالوه ده حضرتك هيبقى واصلك وهتبقى يعني رايح وامام يعني ناظرك هذه النقط كلها، ولكن في نقطتين تانيين بيلفتوا نظرنا لحاجه مهمه. هم اتكلموا عن انه شغلهم في المحاجر اتقفل، فرص العمل، وان ده ادى للبطاله، واحنا عارفين ان البطاله دي ام المشاكل، بكره على ارض الواقع دي نهاية. تمام، البطاله ام المشاكل ام الارهاب. طبعا فرص العمل، احنا شغالين على توفير فرص عمل وفتح استثمارات جديده في المحافظه والمواطن الصناعيه بنفعلها، وانه سياستنا الجديده الكلام ده احنا شغالين عليه يا فندم. تمام، وعملنا وفتحيه يا فندم برنامج مشروع كبير، مشروع قومي يا فندم، مشروع بياخد بابسط التسهيلات، بياخد قرض وبنساعده كمان في دراسه المشروع، بنقدم له نموذج استرشاديه لدراسه المشروع بتاعه. تمام، الكلام ده احنا وصلناه لهم وفتحناه حقيقي يا فندم، لانه الحقيقه انه سياستنا الجديده من بعد ثوره 30 يونيو، من بعد يعني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه بيركز تماما في برنامجه وفي خطته القياده السياسيه على التعليم، على التعليم وعلى البطاله، لانه الناس دي ما اتكلمتش ولا جابت سيره المدارس، يعني هم اتكلموا عن الصرف الصحي وعن الميه وعن المستشفى والدكاتره، ما اتكلموش عن المدارس، مش لفت نظرهم الموضوع. كافه المشاكل وشغالين باولويات. أيوة، باذن الله ان شاء الله. باذن الله بشكرك جدا مستشار محمد حفني محافظ بني سويف، وباذن الله بكره كاميرا الحياه الان هتكون بصحبته في قريه علي حموده في محافظه بني سويف، واحنا عارفين ان غير القريه دي في قرى كتير جدا، وان شاء الله كله في الطريق، كله في الطريق للاصلاح باذن الله. بشكرك جدا مستشار محمد حنفي محافظ بني سويف، وبشكر جهودك ويعني اتصالك المباشر، وانك ما فيش حاجه يعني بعيده المستشار محمد حفني، ما فيش حاجه يعني ممكن المسؤول يتعالى عن المشاركه فيها او يحس ان هو هجومه، اطلاقا مش هجوم ولكن هو تعاون، كلنا لازم نبقى ايد واحده علشان نزق بلدنا لقدام باذن الله في الفتره اللي جايه. مشاهدينا فاصل نعود بعده لاستكمال جولتنا الإخبارية للحياة الآن، تابعوا. مرة أخرى أهلا بكم، ومن بني سويف هنروح البورسعيد. سكان منطقة الأبوطي بيعانوا في جنوب بورسعيد، بيعانوا من عدة مشكلات، أهمها تعطل مشروع الإسكان من عدة سنوات كانوا وعدوا به، دفع ده الأهالي المتضررين للتظاهر أكتر من مرة قدام حي الضواحي التابعة للمنطقة، منطقة الأبوطي، وكاميرا الحياة الآن رصدت طلباتهم و معاناتهم في بعض المشاكل. زميلنا محمد بهاء في رسالة محمد بهاء من هناك، نتابع ونرجع تاني، يمكن يكون لنا اتصال مع لواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، إذا رد علينا تفضل.
مساء الخير مشاهدين تلفزيون الحياة من منطقة القبوطي التابعة لحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، نرصد هذه المعاناة التي يعيشها أهالي القبوطي عام 82، حيث بدأ مشروع تطوير هذه المنطقة، وهي أكثر المناطق العشوائية في منطقة في محافظة بورسعيد، لكن المشروع توقف على عدة مرات إلى أن أتت الثورة وتم يعني تم البدء في مشروع التطوير، ولكن حتى الآن لم تطور مناطق القبوطي حتى الآن اللي هي مقسمة لعدة بلوكات، وزي ما قلت حضراتكم هي من أكثر المناطق عشوائية في محافظة بورسعيد. نتعرف على معاناة أهالي القبوطي منهم نفسهم، نبتدي بلقاءات سريعة. أتعرف على حضرتك وليد فتحي مع حضرتك. أستاذ وليد، سريعا يعني منطقة القبوطي بدأ فيها أمر التطوير إمتى وتوقف ليه، والوضع دلوقتي وصل لحد فين؟ المفروض منطقة القبوطي تطور من 82، حصل أن المسؤول قال أن كل واحد قاعد على قطعة أرض يمتلكها، وطوروا الموضوع ده باستمارات تطوير، وكل واحد خد حقه بالناحية من حوالي أكثر من 35 سنة، أجزاء معينة اللي خدت حقها، الباقي ما خدش. زي ما حضرتك شايف على الهواء كده، القبوطي متطور من الخارج داير ما يدور، المستنقع جوه القبوطي العشش الناس الأهالي اللي عايشين فيه بنفس النمط، الفيران والجيفة واللي 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 ما فيش أي مسؤول بيبص لهم. فبالتالي احنا بنحاول ان احنا نحرك العملية وندي لكل واحد حقه وياخد قطعة الأرض بتاعته، يبقى المكان كله نضيف. المسؤول في تقاعس من ناحيه ان الاهالي بتلف حواليه تقول له انا عايز وانا عايز وانا عايز، فبيضطر ان هو يدي وعود ويخلف. يدي وعود. بنتحدث دلوقتي عن المقاطعه، بنتحدث دلوقتي عن ان انت بتقدم للحي طلب للازاله لازاله العقار علشان يبنى من اول وجديد. تمام. علشان يتم تطوير المنطقه وادخال خدمات. بالفعل. اللي بيحصل فيه ايه؟ التباطؤ اللي بيحصل في الموضوع. التباطؤ اللي بيحصل في الموضوع ان انا صاحب حق بروح للمسؤول بقول له حضرتك انا ليا حق في المكان دوت، بحب اخد انا قطعه الارض بتاعتي، يقول لي طب ماشي انا هيئ لك الجو بحيث ان ارفع مساحه واشوف الموظف اللي موجود عندي وانزل لك لجنه وتقيس المكان بتاعك. طب ماشي، الكلام جميل، اروح اخد منه وعود، بعد شهر هتلاقي الوعود تتغير، بعد اثنين هتلاقي الوعود تتغير، بعد ثلاث شهور هتلاقي الوعود تتغير، بعد سنه هتلاقي رئيس الحي يتغير، المسؤول يتغير. فبالتالي ما بنطلش اي حق من الحقوق، فبرضه بنضطر ان احنا برضه يعني بنستعطف المسؤول ان هو يجي يبص للناس التعبانه، الطبقه الكادحه اللي مش لاقيه، يعني الحمد لله رب العالمين بيتمنى ان هو يعيش عيشه كريمه، مش عارفين نوصل للمكان ده. بشكر حضرتك يا استاذ وليد. ناخد ايضا راي اخر من احد سكان اهل القبوطي تلك المنطقه العشوائيه. يعني اسال حضرتك، يعني احنا نتبع حي الضواحي منطقه محافظه بورسعيد، يعني مخاطباتكم مع حي الضواحي، وهل العقار بتاعك يعني شخصيا هل طلبت يعني قدمت على طلب ازاله ليه علشان تبني من اول جديد؟ هو حضرتك القبوطي كله مقدم على طلبات ان كله يتطور، بس المشكله دلوقتي ان المسؤول بيحتم علينا قرارات تعجيزيه. قرارات تعجيزيه يعني مثلا انا واحد ليا حق ومعايا كعب التطوير من سنه 82 ومعايا بيت بدفع عليه حكر وعوايد واغلبيه الناس هنا معاها الورق ده، انت لغايه الوقت مأخرني ليه؟ النهارده الناس لما بتموت، يمكن حضرتك لما صورت معانا الناس لما بتيجي تموت وجينا نطلعها من المكان ده، حضرتك بتشوف المعاناه اللي بيعانيها وهو يعني ميت. شوف انت معاناه الحي اساسا. منطقه هنا فعلا ضيقه جدا، ويعني حتى ما فيش خدمات، حتى خدمه الصرف الصحي هي صرف بتعاملوها بالترانشات او الصرف الذاتي. طيب يعني كان في وعد من رئيس حي الضواحي ان يتم يعني تخليص جزء من هذا التطوير في عيد بورسعيد القادم في شهر ديسمبر القادم، يعني الوعد ده وصل لكم ولا لسه لم يصل لكم؟ الوعد ده وصل، بس احنا خلاص يعني ما عادش في مصداقيه وما عادش في ثقه، لان للاسف احنا توعدنا كتير. اتوعدناك، انا بكلمك بامانه وبمنتهى الصراحه، احنا من سنه 82 اتوعدنا كتير جدا 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 جدا، بس ما فيش حاجه بتتنفذ. انت النهارده جاي على بؤره هي اساس البلد، يعني بلوك 9 و6 و5 دول اساس عائلات البلد في القبوطي، في القبوطي اقدم ناس في القبوطي. انتوا يعني انا مش عايز اعرف المسؤول مستني لغايه ايه، لغايه لما احنا نموت مثلا؟ ما هو مش هيحصل، يعني استحاله واحد هيسيب حقه مهما حصل. انا بشكرك جدا، واتمنى طبعا ان الرساله تكون توصل، وهو نداء استغاثه فعلا زي ما قلت لكم، ان هو منطقه اهل القبوطي فعلا يعيشوا في عشوائيه شديده، وهي اكثر المناطق العشوائيه في محافظه بورسعيد. نتمنى ان يعني رساله او هذا النداء يصل الى رئيس الحي او الى محافظ بورسعيد. اليكم في الاستوديو. بشكرك جدا زميلي محمد بهاء، وحاولنا اتصال بلواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، بس ان شاء الله تكون المشكله وصلته
وسمع صوتهم. بننتقل لمحافظة القاهرة، حيث تقيم محافظة القاهرة احتفالية بعنوان كايرو زمان بالحديقة الدولية للتعريف بالتراث القديم. تشمل الاحتفالية كافة الفنون والألعاب والمأكولات والمشروبات القديمة، فضلا عن عروض فنية متنوعة. كاميرا الحياة الآن ترصد لنا مظاهر احتفال المحافظة، وننتقل لمراسلنا أحمد فرج من الحديقة الدولية وكايرو زمان. اوصف لنا إيه الحاجات القديمة يا أحمد، إيه الموجود هناك دلوقتي اللي احنا بنعتبره من مظاهر القاهرة زمان، وهل في تواجد أمني الناس في حالة إقبال على أنهم يتعرفوا على كايرو زمان أو القاهرة زمان؟ كانت أوضاعها إيه، أكلها إيه، المظاهر الحضارية زمان؟ هل في مثلا بيبيعوا صور للقاهرة القديمة؟ هل في أطفال وكبار موجودين من الأعمار كلها ومسنين أيضا باعتبار أن دي كانت القاهرة بتاعتهم؟ قل لنا الوضع عندك كما ترى. يعني دينا برحب بك من هنا من داخل الحديقة الدولية، ونتحدث عن مبادرة فريدة من نوعها وجديدة من نوعها أقدمت عليها محافظة القاهرة اليوم من خلال هذه الاحتفالية كايرو زمان. هذه الاحتفالية لتعريف الأجيال الجديدة والشباب أيضا التراث القديم ما لم يعاصروا. يعني هنبتدي من هنا من الركن الخاص بالمولد، وهنا كافة الألعاب الخاصة بالمولد والشباب من لم يعاصروا. عملية التوافد بدأت بعد صلاة جمعة اليوم على أن تنتهي في تمام الساعة 10:00. هنا النشان كما تنقل لك الصورة الآن، عملية النشان ولعبة النشان بالإضافة إلى لعبة المدفع، بالإضافة هنا إلى المراجيح التي يلعب من خلالها الأطفال، وبعض المأكولات القديمة، حمص الشام وأيضا التمر، وهنا لعبة السبع طوبات وأيضا ألعاب البلي وما شابه ذلك. التوافد مستمر على أن يحضر الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة في تمام الساعة 3:00 ويقوم بجولة تفقدية هنا. يعني كافة المظاهر، المستهدف هو الشباب كما ذكرت لك، ولكن إن جاء كبار السن لاسترجاع الماضي والتراث القديم فما فيش أي مشكلة. ولكن معنا للتعرف أيضا على هذه الاحتفالية الدكتورة ريهام عرام، مدير إدارة يعني الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة. بنرحب بيك، حطينا في الأجواء والاحتفالية النهاردة عاملة إزاي؟ أهلا بحضرتك. هي الفكرة أن احنا لازم نعرف الأجيال الجديدة بكل حاجة تخص التراث، مش بس التراث الملموس أو الأثار، ولكن أيضا عندنا حاجات قديمة، عادات شعبية، مظاهر احتفاليات كانت موجودة زمان ومش موجودة دلوقتي بكثرة زي ما كانت موجودة زمان، يعني ممكن حاجات فيها كمان اختفت. فعاملين النهاردة الاحتفالية دي للتعريف بالتراث، غير الكتيبات اللي موجودة في البارتيشن أو في القسم الخاص بإدارة التراث بمحافظة القاهرة، عاملين جزء للمولد ببيع الأسوس القديم اللي ما بنلاقيهوش دلوقتي غير في الأحياء الشعبية، بالمراجيح، بالبومب والنشان، الحاجات بتاعة الأطفال. كمان معانا في الاحتفالية، في نهاية الاحتفالية هتبقى معانا فرقة أيامنا الحلوة اللي بتغني الأغاني التراثية القديمة وبتعيدها عشان تسمعها، برغم أنهم كلهم شباب لكن بيسمعوها للجيل الحالي. في كمان ركن للبازار، المنتجات اليدوية الجميلة، الصناعات الصغيرة بنشجعها وموجودة هنا في جناح المغرب. بس عاوز أعرف يعني دي تجربة أولى، هل هتستمر هذه التجربة؟ يعني الشباب انت عارفة التطور اللي بيحصل في البلد، ما بيلتفوش للقديم ولا بيحاولوا ان هم يتعرفوا على القديم. حاجة زي دي بترجع الناس للقديم، بتعرف الناس التراث الشعبي القديم الخاص بمصر. أكيد مهمة قوي، يعني دلوقتي هيبتدي على طول المديح والذكر بعد صلاة الجمعة، لأن دي حاجة ما بنلاقيهاش في كل حتة، معناها جزء من تراثنا وتاريخنا، والأجيال الجديدة ما تعرفهاش، ما تعرفش شكل الإنشاد الديني ده. فدي حاجة من الحاجات اللي هتتعمل، ودي أول مبادرة، هيليها إن شاء الله مبادرات تانية كتيرة بنفس الشكل، بحيث نعرف الجمهور كل مرة جزء من التراث. المرة دي مظاهر الاحتفال، لأن دي أكتر حاجة يمكن بتشد الانتباه. بعد كده هنبتدي نعرف بالمهن القديمة اللي اندثرت، زي صنع الكنافة والقطايف وحلويات المولد وكل ما يخص الحاجات التراثية اللي عايزين نحافظ عليها في بلدنا ومش عايزينها تختفي. يعني بالتوفيق وشكرا جزيلا. ويعني في على هامش هذا
الاحتفالية أيضا المعرض الخاص باليدوي الخاص بالتراث الشعبي القديم، بالإضافة إلى أن هذه الاحتفالية هتنتهي في تمام الساعة 10، يعني بتشهد توافدا كبيرا في هذه الأثناء، ومن المتوقع أن يزيد الإقبال في الساعات القادمة. عودة إليك يا دينا في الاستوديو. بشكرك جدا يا أحمد، وشكرا أحمد فرج من منطقة الحديقة الدولية. ومهرجان للتراث، ما أجمل العودة إلى الجذور والتمسك بالأصول، وإحنا عندنا في مصر أي أصول؟ ده إحنا كنا سحر الشرق وجنة المدنية في المنطقة كلها. مصر عندها جذور يحق لها تتمسك بيها وترجع لها، لأنه مصر الجديدة مصر القادمة بإذن الله، عايزينها ترجع معاها مصر القديمة مصر اللي كانت. ومن تمسكنا بالجذور والعودة للتراث، عندنا كمان تراث إذاعي عظيم جدا، كلمتين وبس، برنامج كلمتين وبس من البرامج التراثية الإذاعية اللي ارتبطت جدا بأذهان المستمعين، نقدم من خلاله الفنان الراحل فؤاد المهندس رسائل مهمة جدا، رسائل توعوية إعلامية على أعلى مستوى لكل فئات المجتمع منذ بداية العمل في البرنامج سنة 68 ولغاية وفاة الفنان العظيم الراحل فؤاد المهندس. كلمتين وبس. صباح الخير يلي معانا يلي معانا، حلاوة شمسنا وشفة ظلنا، الجو عندنا رابع طول السنة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. رغم التقدم التكنولوجي وانتشار القنوات التلفزيونية الفضائية، إلا أن الراديو لا يزال الوسيلة الأكثر شيوعاً بين الساعين إلى الخبر والمعلومة والترفيه، خصوصاً وأن هناك العديد من البرامج الإذاعية التي كانت وما زالت خالدة في ذهن الكثير من المصريين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. في تمام الساعة 8:05 صباحا يترقص أثير إذاعة البرنامج العام بمقدمة حفظناها عن ظهر قلب لبرنامج كلمتين وبس، الذي قدمه الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس أول مرة عام 1968، وكان يكتبه الصحفي أحمد شفيق بهجت ويخرجه يوسف حجازي. التاجر الشاطر هو اللي يبيع سلعته أرخص. إزاي يبقى شاطر ويبيع أرخص؟ أقول لك إزاي. لما التاجر يبيع أرخص هيبيع أكتر ويكسب أكتر. ناقش البرنامج عددا من سلبيات الشعب المصري والحكومة، وتحدث كثيرا عن مشاكل الروتين بالمصالح الحكومية، كما قدم رسائل توعية لكل فئات المجتمع. فعلى سبيل المثال قدم الفنان الراحل فؤاد المهندس نصائح عند ركوب الميكروباص، وأيضا المواقف الصعبة والطريفة التي تواجه الركاب. مفروض أن الميكروباص وسيلة للمواصلات، وسيلة ممكن تحل أزمة، مش مفروض أنها تبقى هي سبب الأزمة. بأسلوب درامي ساخر استطاع المهندس أن يعالج الكثير من القضايا، مثل توضيح أسباب عبادة الإنسان لصنم الذهب والمال. فأصبح كلمتين وبس من أشهر البرامج الإذاعية وأكثرها جذبا للمستمعين الذين تعلقوا به لسنوات طويلة، حتى توقف البرنامج عام 2006 بعد وفاة فؤاد المهندس. الفلوس مهمة ومطلوبة، والسعي للرزق مطلوب وواجب، لكن في حدود، ان الفلوس خادم توجهه مش سيد يوجهك. حاولت الإذاعة كثيرا فيما بعد أن تعيد أحياء برنامج كلمتين وبس بعد رحيل المهندس، بأن يقوم فنان آخر بتقديمه، لكن كان هذا مستحيلا، فالبرنامج ارتبط بشخصية وأداء المهندس لأكثر من 35 عاما، لذا كان من الصعب تقبل غيره. وحاولوا تقديم برامج مشابهة له، لكنها لم تلقى نفس القبول والنجاح الذي حققه كلمتين وبس. مش كده ولا ايه؟ وغدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. جيم سمير، الحياة الآن.
كل سنة وكل عمال مصر طيبين. النهاردة عيد العمال، وقبل الختام بنختم بهذا الخبر بمناسبة عيد العمال برضو ولكن من تركيا، حيث اقتحم عشرات المتظاهرين الأتراك ميدان تقسيم في اسطنبول بشكل مفاجئ بالتزامن مع عيد العمال، وقامت الشرطة التركية بتفريقهم واعتقال العشرات من المحتجين. وكانت السلطات قد فرضت أمس إجراءات أمنية مشددة تحسبا لاندلاع توترات في عيد العمال، حيث حذرت تنظيم التظاهرات في ساحة تقسيم الشهيرة في اسطنبول، كما حذر رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو من أن السلطات لن تتهاون مع أي اضطرابات. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.